السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله الجميع بخير. والنهارده عندنا حاجات كتير مهمه عايزين نتكلم فيها، بدايه مع شاومي اللي تالق مره ثانيه بصراحه مع موبايلات جديده قويه جدا. موبايلات ثانيه كمان هتتكلم، يعني هتنزل من شاومي قريبا جدا، برضو سمعنا عنها شويه معلومات. ونتكلم كمان عن ازاي سامسونج ممكن تكون بتتطور فعليا وهتعمل حاجه ما حصلتش قبل كده هذه السنة قريبا جدا. واكيد كمان عندنا تسريبات من ابل وشوية اخبار من LG. النهاردة في حاجات كتير جدا، فيلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ خليني احكي لكم على بيتو، ابلكيشن سوشيال ميديا جديد ولكن مختلف. انا عارف طبعا تقريبا كل الناس عندها اكاونتس على ابلكيشن سوشيال ميديا كتير، فبتلاقي نفسك معظم اليوم عمال تتنطط وتقلب ما بين ده وده وده. المختلف في بيتو بقى ان هو بيحاول يجمع لك احسن الحاجات الموجوده في كل واحد فيهم في مكان واحد. الانترفيس بتاع بيتو لطيف وسهل، تقدر تتابع الناس والناس تتابعك، او تتفرج كمان على صفحه الترندنج عشان تشوف كل الحاجات الجديده بتحصل على مدار اليوم، او كمان تقدر تعمل فولو لهاشتاجات معينه عشان تتابعها زي ما انت عايز. تقدر طبعا تعمل بوست لاي حاجه انت عايزها، سواء كلام او صور او فيديوهات، وكمان مفيش القيود اللي بتكون مقيداك كده في بعض الابلكيشنز التانية. يعني هنا فعليا تقدر تكتب لحد 10,000 حرف، يعني لحد ما تزهق فعليا. وتقدر كمان في بوست واحد تحط لحد 18 صورة اذا عايز، دي حاجة لطيفة جدا. طبعا ميزة اساسية انك تسجل في ابلكيشن جديد انك هتلاقي اليوزر نيم اللي انت عايزه بالظبط من غير ما يكون متاخد. انا طبعا عملت اكونت جديد تحت اسم عمر دايزر، بدأت انزل عليه بوست كمان. واكيد هنزل لكم حاجات هنا مختلفة عن باقي الحاجات اللي بنزلها في الابلكيشنز التانية. طبعا ميزة العدد القليل التفاعل هيكون اسهل بكتير. في حاجة تانية كمان لطيفة لاحظتها في بيتو، زي مثلا انك لو شفت فيديو عجبك تقدر تعمله داونلود مباشرة من الابلكيشن. تقدر كمان تعمل اعادة نشر لاي حاجة انت شفتها هنا، سواء على الابلكيشن نفسها او لاي ابلكيشن تانية برا. هسيب لكم اكيد لينكات لبيتو في صندوق الوصف تحت الفيديو، بس طريقة التسجيل مختلفة شوية، لازم يكون معاك انفيتيشن كود. فانا هحسب لكم على الشاشة دلوقتي انفيتيشن كود بتاعي عشان تقدر تسجل، ويا ريت كمان اكيد تعمل لي فولو. وبعد ما تسجل كمان هيكون عندك انت انفيتيشن كود عشان كمان تعزم صحابك على بيتو. اوكي خلينا نبدا مع الاخبار الحزينه شويه عشان بعد كده نحول على الاخبار الكويسه. بدايه مع شركه LG، بقى لنا فتره بنسمع ان LG في مشاكل في قسم الموبايلات تحديدا طبعا، وان الشركه بتفكر انها تبيع قسم الموبايلات. وكنا سمعنا قبل كده ان في مباحثات مع شركات فيتناميه كبيره، وفي كمان اشاعات طلعت ان في يعني محادثات بين LG وشركه فولكس فاجن، معرفش ايه العلاقه يعني. ولكن يقال ان المباحثات في الناحيتين فشلت، والشركه بتفكر فعليا دلوقتي انها تقفل قسم الموبايلات تماما. التقارير دي جايه من كوريا وغير مؤكده حاليا، ولكن على ما يبدو انها صحيحه. ويقال ان القرار هيتاخد في هذا الموضوع بدايات شهر ابريل، يعني اواخر هذا الشهر. ويقال برضو ان في هذه الحاله الشركه مش هتوزع كل الموظفين، ولكن هتنشرهم على باقي الاقسام، ودي حاجه اكيد كويسه عشان اكيد في ناس شغاله بقى لها سنين في هذا المجال. وهنشوف اللي يحصل مع LG. وبالنسبة للموبايلات اللي كانت جاية من الشركة زي مثلا خليفة الـ V60 والـ G والحاجات دي كلها، يقال انها اتحطت تماما on hold. الحاجة الوحيدة اللي مازال شغال عليها التطوير هو الرولابل، وان كان برضو مشكوك في مصيره، هل هينزل كوميرشالي ولا لا. ممكن تكون الشركة بتطوره بس عشان بدأت فيه، لكن يمكن ما ينزلش اساسا للبيع. حاجة مؤسفة بصراحة، لكن نتمنى يحصل حاجة في الفترة اللي جاية. وعلى سيرة البيع والشراء، في تقارير بتقول ان شركة مايكروسوفت بتفكر انها تشتري شركة ديسكورد. طبعا سمعتوا عن ديسكورد، يمكن مش مشهورة قوي في العالم العربي لكن معروفة جدا برا، وهي زي خدمة شاتنج للناس يعني متخصصة اكتر في الجيمينج، بالناس اللي بتلعب جيمز والستريمرز وما الى ذلك. والتسريبات بتقول ان قيمة الصفقة ممكن تعدي ال 10 بليون دولار، 10 مليار دولار، ودي طبعا رقم رهيب جدا على ديسكورد. بصراحة حسيتها هتكون اصغر من كده. وفي كمان كلام ان في شركات تانية كمان بتحاول تشتري ديسكورد، زي مثلا امازون تعرفين اشترت تويتش من فترة، وكانت مايكروسوفت اساسا بتفكر تشتريها. ففي دخول في عالم الجيمز من شركات كبيره جدا، يعني الموضوع فعلا كبير، 10 بليون دولار يا جماعه. خدمه ديسكورد بيستخدمها حوالي 140 مليون شخص شهريا، والخدمه اساسا فري، ولكن فيها جانب كده باشتراكات شهريه، وده اللي بيطلع منه فلوس فعليا. وهنشوف مايكروسوفت هتعمل ايه الفتره اللي جايه. اوكي خلينا نحاول دلوقتي بقى على شاومي. وشاومي في رايي بصراحه بقى لها فتره متالقه، 2021 سنة شاومي لحد دلوقتي، وما زالت مستمرة. شاومي بقت بتعمل حاجات كويسة جدا بأسعار كويسة جدا، وبقت مغرية في كتير من الفئات في السوق، أكيد برضو ملاحظين هذا الموضوع. والموبايل اللي هنتكلم عليه دلوقتي مش من شاومي تحديدا، ولكن من شركة من تحت شاومي، وهي بلاك شارك. الأيام دي لو ملاحظين هي هبة الجيل الجديد موبايلات الجيمنج، كل الشركات تقريبا بتنزل في نفس الوقت. لسه مجربين من فترة طبعا الريد ماجيك 6، موبايل رهيب جدا زي ما شفتوا. وبصراحة موبايلات الجيمنج بتتجه إنها
بقت موبايلات كويسة جدا عامة بغض النظر عن الجيمينج اساسا عشان اسعارها كمان كويسة جدا. بس خلينا نركز دلوقتي مع البلاك شارك 4 والبلاك شارك 4 برو، موبايلين جديد من تحت شاومي، والاثنين بصراحة شايف مواصفاتهم ممتازة. بداية عندك شاشات 6.7 من 10 انش اموليد 144 هرتز، دي بقت حاجة خلاص عامة، دي بقى المينيموم بتاع الجيمينج دلوقتي. وريفريش ريت هنا او سوري التاتش سامبلينج هنا 720 هرتز، دي ارقام غريبه ومجنونه. التاتش ديلي في الموبايلات دي على كلام شاومي حوالي 8 ملي سكند، وبتقول ان دي اسرع حاجه في العالم. كل ده كلام رهيب جدا، وفعلا احساسه بيترجم لكده زي ما شفنا في الريد ماجيك. الفرق الاساسي هنا ما بين البرو والمش برو هو البروسيسور. المش برو بيجي مع 870 سناب دراجون طبعا، لكن البرو بيجي مع سناب دراجون 380 عشان يديك اعلى اداء. وفرق كمان هنا في التبريد، البرو بيجي مع كمان طبقتين زياده من الليكويد كولينج، هتلاقي هنا تبريد ممتاز. شاومي بتقول ان اضافه طبقتين التبريد دول بيخفضوا درجه حراره البروسيسور حوالي 18 درجه، ودي حاجه رهيبه جدا. الرامات هنا بتوصل معاك لحد 16 في بعض الفئات الخاصه جدا، لكن في الموبايلات العاديه هيكون 12، مفيش 18 زي ما سمعنا من بعض الموبايلات الثانيه. كل ده طبعا كلام لطيف، مواصفات خارقه وكل حاجه ممتازه جدا، بس اكتر حاجه عجباني في الموبايل ده، اكتر حاجه مميزه فيه كموبايل جيمنج او حتى سلاش مش جيمنج، التصميم. الموبايل من الوش تحديدا من شكل الشاشه، شكل موبايل مودرن، شكل موبايل عادي جدا. عندك فتحه في الشاشه الكاميرا الاماميه، مفيش بازل علويه قبيحه كبيره، والبازل السفليه كمان شكلها مش سيئه اطلاقا، شكله فعلا موبايل زي سامسونج او اي حاجه تانية تقليديه دلوقتي من الفلاج شيبس. وحتى من الظهر الصراحه في مجموعه من الالوان الموبايل شكله عادي جدا، ظهر مسطح نفس اللون، مفيش بقى ال اي ديز، مفيش حركات. في طبعا موديلات فيها كده زي جرافيكس في الظهر، لكن معظم الالوان شكلها عادي جدا. فالموبايل ما يوحيش خالص بالقوه والشاشه الرهيبه والحاجات اللي زي دي، اللي يمكن التريجرز الموجوده في الجنب. عندك هنا زراير فيزيكال تريجرز، هي الزراير دي بريشر سنسيتيف يعني بتحس بالضغط، لكن ليها بروز فعليا عن جسم الموبايل. البطاريه هنا 4500 ملي امبير، والاثنين نسختين البرو والمش برو بيجوا مع شاحن 120 واط، والشاحن ده بيشحن من 0 ل 100 في اقل من ربع ساعه، 14 دقيقه و50 ثانيه. دي حاجات رهيبه يا جماعه، مش بس على موبايل جيمنج، على اي موبايل فعليا. الشاحن على فكره بيجي جوه العلبه، والكاميرات هنا ما بتبقاش هو التركيز في موبايلات الجيمنج. عندك هنا كاميرا اساسيه 64 وكاميرا ثانيه 8 الترا وايد، بس الكاميرات دي مش هي الحاجات الاساسيه. عندك كمان كاميرا اماميه 20 ميجا بيكسل. انا شايف اذا واحد ما بيفكرش في كاميرات قوي او مش هي اولويته بقى لازم احسن تصوير، موبايلات الجيمنج بقت اوبشن رهيب صراحه، عشان اسعار زي ما قلت دلوقتي كويسه. يعني بلاك شارك العادي اللي مش برو بيبدا من حوالي 400 دولار، كويس جدا. البلاك شارك برو بيبدا من حوالي 600 دولار، برضه كويس جدا جدا. انا شايف دي اوبشنز خطيره. الموبايلات دي هتنزل في الصين او نزلت في الصين، وبيقولوا ان هم هتتوفر بره الصين كمان قريبا، وانا متحمس جدا للكلام ده. اللي قريبا كمان ولسه مع شاومي هو تاكيد لميعاد مؤتمر ان شاء الله يوم 29 مارس اخر هذا الشهر، الاعلان عن المي 11 برو والمي 11 الترا. طبعا شفنا المي 11 موبايل كويس جدا ومغري جدا، دلوقتي هيكون عندنا كمان نسخه البرو والالترا، والتركيز فيهم هيكون اكيد على الكاميرات هنا مع سنسورز جديده تماما. غالبا هنشوف سنسور ال 50 ميجا بكسل الجديد تماما، الجيل الجديد من سامسونج، وهنشوف كمان يمكن الشاشه اللي موجوده جنب الكاميرات، شاشه صغيره في الظهر ما شفنا عليها تسريبات قبل كده، عشان تاخد سيلفيز باستخدام هذا السنسور، اكيد هتكون رهيبه جدا. متحمس اكيد لعائله المي 11 اللي انا شايف انها بدا اوريدي كويس جدا مع المي 11، وهنشوف بقى الالترا هيعمل ايه. اوكي خلينا نحاول دلوقتي على سامسونج وتسريبات من كذا مصدر، خلي دماغي كده تشتغل بصراحة وتربط الأحداث ببعضيها واللي سمعنا من سامسونج الفترة اللي فاتت. انتوا أكيد أخدتوا بالكوا إن سامسونج قالت الفترة اللي فاتت إن سلسلة النوت مش هينزل منها جديد سنة 2021، مفيش نوت 21 السنة دي. وبتقول إن الكلام ده نتيجة نقص في المواد والمايكرو ترانزستورز والحاجات المكونات الناقصة دي، ولكن برضه في تسريبات دلوقتي بتقول ان سامسونج بتحضر لموبايل مختلف تماما عن اي حاجه شفناها قبل كده. سامسونج زي ما شفنا على مدار الفتره اللي فاتت بقت كويسه قوي في صناعه موبايلات فولدبلز، وانا فعليا اديت الموبايل ده احسن موبايل السنه اللي فاتت ايوه، وده نتيجه الموبايل فعليا اتحسن في كل حاجه. فالاخبار دلوقتي بتقول ان سامسونج بقى بتعمل ايه؟ هتعمل جيل جديد من ده زي فولد 3، وتعمل الفليب الجديد، لكن هتعمل كمان موبايل دبل فولد، يعني مش بس ناحيتين بيقفلوا على بعض، لا انت عندك زي جزء في نص، جزء بيقفل عليها، جزء ثالث بيقفل عليهم. والموبايل ده مش للمستقبل او للخيال العلمي، الموبايل ده هذه السنه هيتم عنه الاعلان، من الاعلان عنه
مع الفولد الجديد. اوريدي في بيتنتس متسجله باسم سامسونج من فتره لهذا الشكل، وكنا شفنا برضو شاومي عملت حاجه شبه كده من فتره لو فاكرين، ولكن كون انها تنزل السنه دي كموبايل يتباع فعليا دي حاجه مذهله، خصوصا واحنا لسه سامعين ان سامسونج مش هتعمل النوت عشان نقص البروسيسورز والحاجات دي. فانا شايف زي ما قلت لكم المره اللي فاتت الموضوع مش ناقص في الحاجات دي، ولكن كاختيارات استراتيجي ان احنا عايزين نزق جانب الفولدبلز اكتر حاجه دلوقتي. وانا شايف صراحه ان سامسونج بتتهور وبتضحي بالنوت عشان سلسله الفولدبلز هي اللي تكبر وتنتعش، ويقال فعليا ان سامسونج حاطه هدف انها تبيع من الفولدبلز زي ما باعت من سلسله النوت اللي هي حوالي 10 مليون، وبيتقال ان سامسونج باعت حوالي 2.5 مليون من جهاز سعره كتير جدا زي ما انتم شايفين. فاللي هيحصل السنه دي غالبا والله اعلم ان الموبايلات دي هتنزل بالتدريج في الاسعار، هنشوف اسعار اقل من 2000 دولار زي ما شفنا على الفولد ده، وهنشوف بقى حاجه اللي هي سوبريم زي اللي بيتقفل ثلاثه على بعضيه كده، ودي هتبقى الفلاج شيبس الاساسيه بتاعت سامسونج. ولا استغرب تماما ان احنا نشوف اس بن يتحط في واحد من الموبايلات دي. وانا عندي بقى سؤال ليكم انتوا دلوقتي، اذا سامسونج فعليا قدرت تعمل موبايل شبه ده كده فولدبل بسعر النوت بسعر 1000 دولار 1100 1200، هل تفضل انك تشتريه ولا تشتري موبايل زي مثلا الاس 21 الترا او حاجه شبه كده؟ انا على نفسي بصراحه اعرف بعض الناس قليلين اللي معاهم موبايل زي ده وشايف ان هم مبسوطين بيه جدا وقرروا ان هم ما يرجعوش للشكل التقليدي اطلاقا عشان التجربه هنا فعلا غير. وانتوا عارفين انا بستخدم اوريدي فولدبل مختلف شويه، بس انت بتدخل في هذه الفئه بتحس انت مش عايز تطلع منها وشايف ان سامسونج عندها خطه كويسه رغم انها متهوره انها تمشي وتزق كل حاجه ناحيه الفولدبلز فعليا. اوكي سيبك من الموبايلات، خلينا نحاول دلوقتي على ابل. وبقالنا فتره متابعين تسريبات عن نظارة الـ VR/AR اللي أبل شغال عليها، متحمس جدا أكيد لهذا المنتج. وعندنا دلوقتي كمان تسريبات جديدة شايفها شيء مستحيلة، يقال من مصادر قوية جدا من شيكو فعليا بيقول إن أبل عايزة تركز إن وزن النظارة كلها على بعضه يكون أقل من 150 جرام، يعني تكون أخف من موبايلك أساسا. أعرفش إزاي، خصوصا إنها قائمة بذاتها يعني فيها بطاريتها وفيها بروسيسورها وفيها كل حاجة مش مربوطة بأي حاجة تانية. والكلام هنا ان طبعا سمعنا هيكون فيها فابريك وقماش عشان يخفف وزنها وكده، ستيل برضه انا شايف رقم رهيب جدا. المفروض حسب التسريبات الموجوده دلوقتي ان هيكون الشاشات بتاعتها 8K، اوكي هيكون فيها اي تراكنج عشان تتبع حركه عينيك، هيكون فيها اكثر من 12 كاميرا متوزعين حوالين جسم النظاره من بره عشان تعمل تراكنج لايديك والحاجات اللي حواليك، وتنقل لك كمان صوره من بره لجوه. الشاشات المفروض هتكون من نوع مايكرو اوليد، وهيكون قدامها عدسات مصنوعه من البلاستيك الترا شورت فوكال لينث عشان تقدر تعمل فوكس مسافه ضيقه جدا فعليا عشان تصغر حجم النظاره، ما يكونش الشاشه هنا والعدسه هنا، كل حاجه تكون صغيره فعليا وقريبه من عينك. الكود نيم للنظاره دي حاليا هو N301، ومن التوقعات ان احنا نشوفها ان شاء الله مش السنه دي ولكن السنه الجايه. وبس مع هذه الاخبار اللطيفه نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه من موجز تكنولوجيا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تنسوش لايك عنيف، يا ريت تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا عارفين في كل الاخبار الجديده اول باول، يا ريت كمان تابعوني على انستغرام فيسبوك تويتر او كليها تحت الفيديو. نشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، سلام.